لقائي فيكم الليلة بعيد الفنان داني بستروس. طبعا أنا لبيت دعوته بكل حب وتقدير لأني بقدرها كفنانة. وليلة داني من أجمل الليلات بالسهرات، لأنه داني من الستات المميزة، وخاصة الليلة بسهرة داني نحن سعيدين جدا، وخاصة بلقاء هالأحبة الموجودين كلهم معنا ومن على شاشة تلفزيون لبنان. طالما نحن بخير إن شاء الله بضل أيام وناس يدخل لبيوت كل العالم ولقلوب كل الناس حتى يضل لبنان بألف خير. بحب العيد الميلاد مثل الولد صغير، بحب يكون عيدي وقت بحب يكون أصحابي دير من داري وأهلي، وبحب كتير يجونا هدايا كولاد صغار، بحب أنفخ الجاتو كمان. وكل سنة بتمرق بحسها عم بتجدد عن جديد، يعني إنه ما عم بحس أبدا بشي بتغير علي. يعني كل سنة ما بقول كبرت سنة مثلا، لا ما بيهمني، بس حالي بعدني عم بتجدد وبعدني زهقتني.
اتذكره امي عسيس، هي انجبتني بيقولوا. واليوم نهار اربعة، انا خلقت نهار اربعة بثمانية اكتوبر زيت النهار، ساعة مش ظابطة بس. ومين قلت لي تاني شو؟ انسي، مين بحب انساها؟ العذاب اللي تعذبته بحياتي، ايه بحب انسي بس.